البلديات والمنتخبين المحليين. علق ممثلو جمعيات المجتمع المدني بورقلة آمالا كبيرة على الوالي الجديد من أجل انتشال جميع القطاعات التي لها صلة بيوميات المواطنين من التخلف التنموي. ماذا بينا الخدمة تكون منظمة ويهتم بالملفات الكبرى، ملف لاسينيسمو، ملف تاع البطالين تاع قطاع البترول، ملف تاع الفلاحة، ملف تاع الاستثمار، ملف تاع السكن. أين مستشفى الجامعي الذي تحدث الناس عنه وطالبوا به؟ أين موضوع الشغل الذي يحتاجه شبابنا؟ ولذلك نهمس في أذن السيد الوالي الجديد ابناء الولاية وخاصة ابناء حسن مسعود، انهم فهمت ولا يعني مش خدامين وهم عايشين ثم زادوا ولدوا في حسن مسعود. الوالي الجديد وعلى هامش تنصيبه أكد أن النهوض بواقع التنمية لن يتأتى إلا بتضافر جهود الجميع للتعاون والتضحف والتضحيات من أجل دخل حقيقة التنمية الولاية إلى أقصى ما يمكن، داعي الجميع كل من موقعه ووظيفته. ليبقى السؤال مطروحا، هل سيوفق بوسته في قطع الطريق أمام المسؤولين المتقاعسين وإخراج الولاية من غرفة الإنعاش؟